اهلا وسهلا، كيفكم؟ طبعا الأزمة خفت وعملنا أول حلقة والحمد لله الكل رضيان. هلأ نحن بدنا نحكي عن فنان أنا برأيي له خاصية خاصة نعرفه كلياتنا، واصف الحلم. واصف ممتاز بشخصية القيادة، تحسوا انه قيادي جاد دائما، وصاحب نبرة صوت مميز جدا، لذلك اشتهر اكتر شيء بالاذاعة كنجم اذاعي وبالدوبلاج. ادواره التلفزيونية كانت كتير محدودة، لكن كان لما يعمل دور يعمله بثقافة ورقي. يعني ما بعرف شو بدي اقولكم، انا التقيت بالاستاذ واصف الحلبي بمسلسل حزم الضامي، اشتغلته انا ببداياتي والصعبان، وانتجت له عمل تلفزيوني من تأليفه اسمه النهاية الصعبان وحزم الضامي والنهاية. النهاية كانت بطولته وتأليفه، وعمل دور كتير حلو، شاركوا فيها الفنان المرحوم حسن دكاك، كمان المرحومة وفاء بشور، والمرحوم محمد خرباشو، والمرحوم أحمد عباس، والمرحوم سعد الدين بقدونس، وحاجتنا مراحيم، والله يعافي ويقوي الموجودين. فنان واصف حلبي شخصية مميزة مثل ما قلت في الإذاعة والتلفزيون وخاصة في الدوبلاج. أحلى ما في شخصية الأستاذ واصف أنه خلوق ومؤدب وجميل. أنا ما بعرف واجبي بمؤسسة حكيم وقناة حكيم أتشكر كل اللي تعاونوا معي وهني معنا بحياتنا، عم يساعدونا وعم نشوف لهم أعمال جميلة، والحمد لله. والأسبوع القادم نلتقي مع شخصية جميلة جدا نحكي عليها بالأسبوع القادم. ظاهر في شغلة جديدة، لأنه المعلم اليوم بعت لي خبر، بقى بدي أكون صاحيين وجاهزين على طول، مفهوم؟ المهم يا جماعة الخير إن نفرح بوضاح ونسوي له عرس، ما صار بالديرة كلها. ولك الواحد بسرق ذهب، مصاري، شغلات خفيفة، وانت سرقت سجادة وبعز النهار، خرب بيتك. لك كيف قدرت تهرب فيها؟ كيف؟ وشو بدك فيها؟ جواهر، كلامك جواهر يا شيخ حامد، المعامرة لا نريدهم ولا نريد قربهم. طب ليش جاب نفسه لهون؟ لا لك حسون، الموضوع مو موضوع مراقبة نهائيا، إلا في شيء، أكيد في شيء.